السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقاء جديد على ملعب النجوم. إبراهيم مع كرة بيديها لزياد، زياد بيديها لأبو حمدي، وأبو حمدي واقف مع كرة وبيديها لكابتن ورا، والكابتن بيرجعها لوانتو، وأبو حمدي بيديها لحمدي قدام، وحمدي بيباصيها لزياد، وزياد بيرجعها له تاني، حمدي بيرجع بالكرة وبيديها لأبو حمدي، وحمدي بيشوط واو بتيجي في ضهر اسلام. معلش يا اسلام، معلش اسلام. ابو حمدي عاوز يلعب وبيبص قدام وبيشوط في ظهر عمر، وبترجع كره لحمدي، وحمدي بيدي كره لابراهيم، وابراهيم بيرجع لحمدي تاني، وحمدي بيبصيها لابراهيم قدام، بياخدها امير وبتطلع منه بره. ابراهيم هيلعب التماس، بيبصيها لحمدي، وحمدي عايز يعدي من عمر، وعمر مش سايبه، وعمر بيحط رجله في الكورة، هو بيرجع تاني بالكورة وبيشوط وبيطلع ماجد بره. الكورة بتتلعب وبتطلع قدام وبتروح لأبو حمدي، وأبو حمدي بيرقص ماجد وبيشوط وبتخبط في الدفاع وبتطلع الوينج بره، بره تماس. حمدي بيشوط وبيرفع الكرة على هيد دماغ أبو حمدي بس ما يتمكنش منها. الكرة بتتلعب لإسلام، إسلام بيبص قدام وعايز يلعب وبيرفع لأمير قدام، الكرة بتتنطط قدام أمير، وأمير عايز يلعب وبيشوط وبتتصد، ترجع لإسلام عايز يعدي من إبراهيم وعايز يعدي، وحمدي بياخدها منه، حمدي بيرجع الكرة اي كلام، ما تلاقيش حد، بتطلع بره، ماجد بيخبط الكرة في اسلام وبترجع تاني وبيرجع يشوطها ورا اي كلام، اياد الكرة مع اياد اهي، وبيرجع الامير بيديها لامير، وامير ماشي بالكرة، حمدي بياخدها منه، امير بيحط رجله في الكوره والكوره بترجع ورا مع ابراهيم، وابراهيم بيسيبها للكابتن، الكابتن بيهوش عمر وبيرقص وبيطلع على طول وبيديها لزياد، زياد بيسيبها لابو حمدي وماجد بيطلعها، بيخش حمدي بيلحقها وبيرجعها للكابتن، عمر داخل عليه وبتطلع بره، رامي التماس، حمدي بيلعبها، حمدي بيلعب وبترجع، وامير بيستلمها بيديها الاسلام، وحمدي بيقول لمسة يد، والحكم بيقول العب، حمدي هيلعب، بيلعب على طول ناحية المرمى وبتتصد وبترجع لابراهيم، كرة مع ابراهيم، الكابتن مدارع كاميرا والكرة بتطلع قدام، تتلعب تماس، كابتن هيلعب التماس، شايف حمدي قدام وبيشوطها حمدي، اياد بياخدها، بيلعبها الماجد وابو حمدي بيخش فيها يطلعها بره. حمدي يلعبها، بيلعبها لابو حمدي، ابو حمدي بيبص لورا وبيرجع للكابتن، والكابتن بيقسم معاه وبيرجع له تاني، لكن بتروح منه، عمر مع الكوره وبيرجع مرتده، والكابتن بيرجع في اخر لحظه زي الصاروخ يطلعها منه، زياد فرحان ان بابا طلعها على اخر لحظه، فرحان انقذ الموقف. اسلام مع الكرة بيلعبها، بتيجي في ابراهيم بتطلع بره، امير بيسابها لماجد، ماجد بيديها لامير، امير بيرجعها له، ابو حمدي بياخدها بيديها لابراهيم بالعرض، وابراهيم بيجري وراها، وعمر مش سايبه بياخدها منه وبيرجع تاني، بس زياد شاطها ناحية المرمى، وحمدي متابع وهيشوط، جول جول يا ولد.
هنبتدي الشوط الثاني وصلي على رسول الله. اياد بيدي كرة الامير، امير مع الكرة بيعرض الاسلام، واسلام بيديها لعمر، وعمر بيرجعها له، وابو حمدي بيقطعها وبيرجع بيها على طول، ثبت الكرة وبيعرضها لحمدي، حمدي بيشوط ناحية المرمى، وابو حمدي بيروح لها هناك وتروح منه وترجع تاني، والكرة مع عمر لإسلام، وإسلام بيجري وراها وبيضيع منه، كابتن يلعب التماس، شوط جامد، واو يجي في اسلام، معلش يا اسلام انت عملت اتصابك النهارده كتير. الكابتن بيبص ورا بيرفع لقدام وبتتقطع الكورة مع عمر وبيديها لاسلام وبتقلش منه، ماجد بيشوط وبتطلع فوق الهدف، محمد عبد العزيز مع الكورة وبيديها لعمه، وعمه مع الكورة بيديها لزياد، والكرة بتهلش من زياد غصب عنه، بترجع تاني قدام لإسلام، وإسلام بيرجعها، واو ماجد يحط رجله في الكرة، الحمد لله أنقذها حارس المرمى، برافو يا محمد، الكابتن يحط رجله فيها طلعها قدام، الكرة مع عمر يديها لإسلام، وإسلام طالع وبيشوط في الزاوية الضيقة وجون، إيه ده جون، إيه كأنها فورمة إبرة، إيه هنشوفها البطيء جون، حتى الكابتن مستغرب. حمدي هيلعب يديها لزياد، وزياد بيرجعها للكابتن، والكابتن بيرجعها على طول، وبترجع هنا، وزياد مع الكرة وبيلعب مرتدة وبيشوط في الزاوية البعيدة بس بتطلع برا، الكرة مع اياد بيديها لعمر، عمر بيبص لقدام بيشوطها لإسلام، والكابتن بيقطعها وطالع بيها وبيرقص عمر وبيشوطها لأبو حمدي، ولكن بتقلش الكرة وتطلع برا. أبو حمدي بيلعب ركنية بيديها لمحمد، محمد بيرجع له تاني وبيشاور عقله، لا ما تشوطش ما تشوطش، بيشوط في الزاوية الضيقة، وزياد بيتابعها وبيشوط ولكن ما تخشش جول. عازم بيدي كرة لعمر، وعمر بيطلع بيها وبيرجعها الأمير، ومحمد بياخدها منه، يا ولد يا محمد، وبيخلق وبيرجع تاني وبيديها لأبو حمدي قدام، أبو حمدي بياخدها وبيرجعها لحمدي، وحمدي بيرجع له تاني وبيشوطها أي كلام وبتطلع برا. زياد مع الكورة وعايز يلعب الركنية، حمدي بيشاور له وبيلاقيه ممسوك وبيديها لأبو حمدي، وأبو حمدي بيباصي وبتطلع برا. أبو حمدي يلعب التماس بيديها لحمدي، حمدي مزنوق بيديها لزياد، زياد بيفضل عمر وبيرجعها لحمدي، وحمدي بيديها لبابا وبيقطع عمر، وبترجع الكرة للكابتن، وعمر بيجري وبيخطفها من الكابتن، والكابتن بيقع ويشوط وجول، جول يا ولد. الحكم بيقول فاول، والكابتن بيقول ماشي يا جول، مش مشكلة يا جماعة، مش عايز الفاول ده. حمدي بيلعب الكرة لأبو حمدي، وأبو حمدي بيرجع للكابتن، والكابتن بيشوطها لحمدي قدام، وحمدي بيطلعها قدام لمحمد، ومحمد بيشوط وبيصدها حازم حارس المرمى، وبترجع لمحمد تاني، بيديها للكابتن، وإياد بيخرجها وبيجري وراها وبتطلع برا. الكابتن يلعب ركنية وبيلعبها لأبو حمدي، وأبو حمدي بيشوط ناحية الهدف وبتتصد. كرة مع عمر، وفيها الإسلام،
وعمر بيطلع قدامه اسلام بيديهاله ما بشوفهاش، وعمر بيرجعها تاني لاسلام، ومحمد مش عايز يسيبه، واسلام عمال يتفزلك، والوقت انتهى وتنتهي المباراة. ما تنسوش يا جماعة باللايك، و ما تنسوش تشتركوا في قنوات اكشنات ودراما، طبعا فيها كل المغامرات الجديدة وفيها الاكشن كله. كل اللي عايز يعرف القناة هيلاقي اللينك في الوصف تحت. ما تنسوش يا جماعة ما وصلكوش، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.